بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها من أحوال أهل البدعة ومن أحوال أهل النار ولي حين أحدين ومن هي موضوع كساب سلا بيع أحكى إيبسك وأحكى لقل شهد وأحكى لبدل شهد شرعي أمّة المسلمين لا لو ترى قال لو سود جي إلى أقمار إلى الرعان يقف كي كبير أو واحد كذا كوب بدشه لما سير توس الراعي ويا وحولي هاي وحول كل مهيا في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة موضوع أمانة وموضوع الحال أو بيع كوساب سلا أنت بيع موضوع بيع كوساب سلا قسمها كان أحسن وحكى لي إيه بسيب وحكى لي هذا شر وحكى لي بدل شر طيب تسين لحد وين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد من حلف قفكي نارت على يمين النار كنارت مصبورة أي محبوسة كاذبة أي صاحب كذا نارت أسوى محبوسة كحني بيسة حبس نجيسة سببت إذا الله حباس هي قفني ساحب حق هاي كاذبة أو بين قفك يكون نارت بين أما قفك كسر سينيس حق إيسا أما حبس قليل إيسا فليتبا واحد ديار سنة مقعده ماشو كدق لها ماشو كدق لها طيبت وكدق لها من النار نارت رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شر وحوالي لما قف بعد شيء اسكو قبصر أنا لئي أنا لئي لنك حق لها مو يعني لنك عن حق لها الظالم كها يتوقع يا خائن كها أيا أعرن هيا وكنت أعرن هيا والله بالله تالله حقا علي على اللي هو هيستو أنا نقف كهت نور نارت أو محكمة إيكار نارت أو نارت ولا آمن هيا كي كذا اللي ونبدرنت حق لها كمسكين كأه سيدي واحد حبس اللي أما سيدي وقت سمر هيا سمر كا أو سمرين سمر كا سيدي سلطة أهب حبس باليرة وحي نفط هذه الشيطان منا أو قولين أو كل بحيو أرالي كو إهي أدكو فرح سلام أيوك وقصب هيا إلا أدكو سمرت سلا درات لأتنا لغة سوقات نحبسي وقفلة لغي يعني خيار من نقاق مالي حرمة سبر كان أفكر هذا سبر كان أوضار تو إلى يدرت وأصبر أما تواري ما سبر سيسو وقف حبس كجرا عمل إيان الله الصوقات تصالحهم حبس عادي كان من حلف قف في نارت على يمين يمين مصبورة أو صاحب كان حق يسك سبر سين يسم يمين تاسو كاذبة ربان فليتبه واحد يرسل مقعده ما شو كدق لها كفر صلى من النار نار ما شو كدق لها الديار صلى أساء قرن أيب ورواه أبو داود مولى والحاكم وقال صحيح حديث واضح صحيح وعن عبد الله بن ثعلبة أنا عبد الله أتى عبد الرحمن بن كعب بن مالك عبد الرحمن بن كعب بن مالك أي أيمن وهو أسلم في إزار ومرأ وقشي وحري جرد أو صوف غزل يسمي أركو حري يوت المام هي شو الصوف فطاف طواف خلف البيت عبد الرحمن بن كعب بن مالك وحو طواف كعب بدأ نلاشين
إلى حاجة هنا واحد عكرت إلى عمره هنا واحد عكرت عل إلتبان بابا مي أسو أقو أسكو دو دو أسكو مرأي أساس ولي وآسين صوف أساس ولي وهو أعمى أسأل إلا بالي يقاد لقرود أو عن تلسيده قال وحيرا فسلمت عليه وسلام عبد الرحمن بن كعب فقال وحيرا مرك هل سمعت أباك أبا مثل مقش يحدث أو شيك إلي يحدثي أيوه قلت وحاضري لا لا أدري ما أغني ما قرر هيا إن كان مقلي إن كانيته هل سمعت ما كان إنجلس ما كان مقش أباك أبها تعلم كلي معي يا سعلوا يا أصحابي أها عبد الله وأبها وثعلوا ما كان مقش حديث هل سمعت أباك أباها وثعلوا عبد الله وما كان مقش عبد الرحمن يقول رسول أي يحدث بحديث قلت وحاضر لا لا أدري ما أقول إلى كم بعضين ما قرر قال وحور مرت عبد الرحمن سمعت أباك أنا أباها ثعلوا كم بعضين يقول رسول سمعت وان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رسول من اقتطع قفك قصة مع امرئ مسلم وقف مسلم حوله بيمين كاذبة نار بينات لو حكومة لو سي لو قامي لو حكومة نار بين كاذبة كان وحي هانيسة وحا الله حكومة حقا وصلهين نقطة بر يلاوة سوداء ومدوء في قلبي قلبي يسكت لجيسه لا يغيرها حال سبدلين شيء شيء إلى يوم القيامة إلا قيامة فاصل إذا أمدوا وقلت لكراني سه عبد كيس قلب كيس مر قطان ولي وأستاذ قطان ولو أقول سر هي لو أقول سر هي ولي رواه الحاكم وحديث صحيح وين صحيح الإسناد ولي وعن أبي هريرة رضي الله عنه يباتنا إلى المرء حقد الرضا هي بنت الغرن هي ظلم وحوص صحاب لها إذا تلاس يا كم إذا تويك إكير رسول الله كل من وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي جل ذكره وينات يسير حسكيس سري ويناي أدرى وإن ميت ويرى الرسول كل أني أن أحدث إلى شيك عني كنتقال قد مر قدر إله لمن يسير لغون الأرض أرضنا إمرأة كيهين لغون حية أما يكون تاني وعنقه قرتي سنة مثلنا يكون الله بطن يكون حرنتين تحت العرش عرش هوستي وهو يقول أوليهم دقاء قاس نوع عاس سبحانك سبحانك إله نزهنا عدنا ما أعظمك حكاوي كاويني بدل كاوود بدل ربنا يا ربنا يا ربي هنا وفيرد عليه مركز سؤال وجواب هي أما ما يشاس كسؤال هي ما علم ما أقول ذلك أرن كاس مر ما يسلم ما اعتراف سل إن تعيس أي جرت أي سوانت من حرف عفك كنت أرث بي عليك كاذب الملعي بين بين وقلت أرى الحي وحك يقال من وك أقول أرن تعيس أما أقبل في كلي سيء وك اعتقال سيء وهذا ركتي دقاق إلهي وغسين بقدرة الجبار إن الله على كل شيء قدير ويمركي لك على الصلاة لها وقت قول اركو فير وأدي معي وقيني لها يعني دور كبال قاريت وكذا واجي أوبر يا صلاة إسوح وكذا كعب على الليل واجي أوبر يا صلاة والك قاريت دي قواعي قيلي لونه سورة وحي كتاجيه الأرض أما نور كان لقب عليها عتكي سي وحي كي سلا وحي وقاري وكسر الله في عرش إلهي هوستيس أسأل سبحانك ما أعظمك أكون أي يعني أني ربي وعدا وين وكذا كذا مثلا سؤال أني أرنت
dad badan ma oga arrinta. Uu diiqaas xayawaan aan caqliga ahayn uu qasay uu qoray uu la yimaado cid garanaysa ma jirto, oo ictiraafsan oo qorsan oo rumaysan kaga dhaadhicinta. Maa calima ma oga dalik arrinta ayada oo diiga. Man xalafa qofka dhaaran xayaanan ogee miya ani igu dhaaran kaadibatay si been waxaa jira saxiix wey xadiidka. رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن جابر بن عتيق رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله: من اقتطع قفك قوست ولا وليد أوقاته ما لم يرد المسلم قف مسلم مال كيس بيمينه دار كيس قوقاته. بين بين وحوسا سوي الحي حق الرؤون دار. يا حرم الله إلهي وحو كهوجي أو كقدين أيا أو كهرجوك سنيا عليه أفكاس الجنة أي دخول الجنة جنة كانت تاكي جنة إذا الله ما أقور مجلين أيا أو كحارة كمي أو كممنون وحونا كواي بين ذا حق درد أو حق مسلم أو حق بني آدم أو كنار. وأوجب الله الله وحو واجبين أيا النار النار إنو قليل نار قليل إنو نار بلا ونار كمتس نار تابين. قيل وحالي يا رسول رسول الله وإن كان شيئا يسيرا وحوك نار تدنيا وحير وأن نفله هل بني إيه لان عدي إيه قد نوقف كتف قيامي وحير ومعنى له وقفك مع السامينين. وإن كان الدنيا كورا شيئا يسيرا وحوك نار توحير قال النبي محمد إن كان سواك حبض علي لان علي او الله كأني حبت رمي او علي عقاب كاسو لكل ما هي الهي جل الذي سوك قدنا يا جنات نوائي لمالك الله نار قول اواجي من هي لمالك الله نوحك المالي الله ولا ميلون اوية فريق في الجنة وفريق في السعير وي. رواه أبراهيم في الكبير ولفتنا والحاكم وقال صحيح الإسناد اللي محكمة عدانة لاني جوا واحد معنا ما لي ما وحي يا اسكت ناف يا مجر ما لا يكون ناف إلا يحق نسوي يكون ناف يا رايا وين لا يحق بني آدم إلا ما يكون ناف أفكي لها ما يكون ناف أما يكون إقامة يكون أبصر. وأساسه مرك إلا غفوغا دوي دار يا بين يا دا يا حتو يا خيار يا وحس دوامر من الله ما قد حباني هذا دار يا مسلم وحب نور الله كل دولة يا كل شعب يا كل شخص. وعلم أمامة إنياس ابن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحبنا من تعرف في قوس حق امرأة مسلم وقف مسلم حق يسال قوس بيميني نار تيسكو قاد فقد أوجب الله إلهي وحو واجب الله وأسأل النار النار وحرم عليه الجنة جنة رؤوك حارم كما يسكت في حديث أصل. قالوا وحير عليه وإن كان شيئا يسيرا وحير الدنيا رسول الله قول يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قديما من أراك لان علي أو الله كيين حبت علي. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ورواه مالك إلا أنه كان وإن كان قديما من أراك ثلاثة ستح جير وإن كان قديما لان أو من أراك وإن كان قديما من أراك لان علي أو الله كيين والله عقابه جنة مكواه نار تكم التسنة صحيح وحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف يونا نارا ويكرر بطن ويكما ممنوع عنده عند هذا المنبر لا يحلف مطارت مطارا تونا مطارت حد إيه جلال عند هذا المنبر منبر كان أكتنس عبد العدون ولا أمة العدون رأي الضمر على يمين آثمة بين او ذنب دار او بين او وحبا ان كجر او ذنب جنس ذنب او نوكو ربسرين فإذا كان عليها انكوسه هو يلين ذنب مويان عدوني عدون قطار الهمد ولو على سواك رد من حب الله علي او قيب الله كي لان
علي او يبقى الله كيان الا وجب الله النار النار او واجب صفك النار متاسنه يا نار تصفت يا بنت يو نار متاسنه يا رواه ابن ماجه باسناد صحيح. وعن جابر وحلواني رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف قفلي نار على يمين عاثما نار اوكو ذنبابه ذنبكم متاسنه ذنبه ودعه عند منبر هذا منبر كان كانوا كان واجه ولا منبر كان كيسال غد نارنجر يا قف كذا كينك انت اصلا امك ليس الوفير سريع او كان اكتيس اما منبر هذا اما مركز احمق شرط ما قيد ما منبر تلو منبر كاكتيس منبر كرسول كاكتيس تلو تاعت اوكي حسيت هات اين كان يكون مقومني فليتبوا الديار سنه مقعده ما شو كان تنقل او كفر يسلح كان لها من النار النار ولو على سواد الأخضر لا على أوقع يبقى الله كيال ها الله كيال رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيح ولم يذكر السواك قال حافظ كانت اليمين حاجة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند منبر منبر كاكتيس يا الوتار الترهيم من الربا كان وحي وباوي وضب كان اللغة هلا يا الموضوع ما كان السجا ما شاء انترس ليرا ربا ليرا دون صار كان ليرا فإذا الإعلانية خسارها إعلان يا نو هلك أغاني نو نو كشيغينا وحي النصوص أو الدليل أو قصو عروري سفي عن هلو اللي يسألك يقاح الله فرق يا مسكحتي يا قلبي ما عندنا داتكم شات يا سروال يا قميص يا درع يا قرقران يا لك شر يا عمل اما الراشل لعنه هي يا بيلا عبه هي او ضروري يا لما الاجر ندوني ما ملع الدينين يا ملع علماء خو غارسان هي والنسبة الشيغان هي dadkii u horseynaya u fadwoonaya u jideenaya ku boorinaya ku dhiirigelinaya ka kacay fadhiyada maasha alla aroorsan hal la qaad waa kuwa inkaari ku dhac min allahi inkaari uga dhac sidaa ratee ku dhintaa aakharana cadaab iyo naar intaasoo ummad oo maarata in lumiyeer oo baadiyeeya oo la xsadeena dembigooda lagu jaajgareynaya iyo qoodiiba لعلنا كنا عدل إلا لعلنا متاس حق له زين تبرنا ناس الترهيم من الربا ربا أول نسكبوري نسكرامي نسكدقي وارد يدمني لسكسي ياسي وإلهي يا رسول كيس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد اجتنبوا كفوا قال dheeraada usoo dhawaaday inaad gashaan oo taabataan oo dhex gashaan oo isticmaashaan iska dhaafi daaye ka fogaad asabc almowbiqaad toddobada lagu xoobta ee lagu hooga ee lagu halaagsamay ee lagu baaba'ay lagu gablan ka dheeraada siga carar qaalu waxay yidhahdeen yaa rasuul rasuulallow wamaa hunna maxayyin toddobadaas si tafsiil ma noogu shee hadda waa ijmaal loo tafsiilin loo kala dhigin قال النبي محمد الشرك بالله إلهي أو شرك الله سمعي أو وحكا الله قرب إذا الله قرب وده للا عابده للا ويني نحو الله أولها وحكا منه الله سيئه وكو جهنوكو قال هيا إن الظلم الله إن الشرك الله ظلم عظيم وكا إلهي أولي نغمان مركو ويلكي سويته لئن أشركت الله يحبط أن عملك ولتكونن من الخاسرين إلهي أولاد عملك أجمع من هيا وحين ولا وسبيل هو خسارة مغلط كلا بعض حوية والسحر لا يفلح الساحر حيث وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلهي أولاد وقال لهم السحر أنا وحكا إلى كل وقت يا ما مدون هيا لأن أفضل السحر روائنا كفر furaha iyo xero labada way isku mid weeye waa gaalo weyn jahannamay ku gadahayaan
waa sixir oo sixir asigana ka fogaado, waa qodobka labaad oo shirkiga ku xiga. Adoo qof dilay oo kas iyo bareer, adoo waalid ilmo yar ahayn xataa ahayn, si bareer xabad qof ugu dhuftay iyo qof sixirka isticmaalay, isku dambi weyn, isku darajo weyn, isku meeday taagan ilaahay agtiisa. Ka saddexaad, waqatlu nafs naf ila dila ee la xaaraan weyn, allatii nafta oo xarama allah ilaahay uu xaaraantimeeyey dilkeeda ilaa bilxaq, xaq inay lagu dilo mooyo oo xaqa maxaysa aba gaal xarbi oo dagaal isugu yimaad, waa dagaal diineed. Ama ma waa qof murdoomi oo diinta islaamka ka baxo awal islaam, ama waa qof zinaystay oo guur xalaal soo maray oo la jarjaminayo, ama waa qof qof dilay oo la qisaasana, waa waxyaalahaas kan xaqa lagu dilaa. Ficiltaa kasoo haray waa xaalad dilka nafta, walow gaal balaa ka yeelay mucaahadkii iyo dhimmigii iyo mustaqbalkii, kuwaasoo dhan dilkooda. Ka afraad, waa aklu riba u fiirso. Ka afraad, waa ribada oo la cuno, la isticmaalo, ama kareere, ama gunku, ama baabuur. Hal sinti hadday tahay jahanamaad ku galaysa, xaara wey, hal sinti hadday kula jirto. Dhamme oo iska boobsi ma jirto, ama dhamme, ama weliga wax dhamme, adoo dhamme nimaad daara. Wixii riba ma ku xajin kar, ma sadaqaysan kar, ma ku soomin kar, ma isticmaal wax si ay kugu banaanta, ma qashinka ilaa ku tarash masquusha ku fanaash galis ilaahu malaayina kaasu. Adduunya aakharana waa eeri, adduunyadana waa lagaaga jazee oo cudur iyo dhibaato iyo khilaaf iyo familkii oo isku xumaad la kala tagay, burburo, dhibaato, fasaad, aafo, xaqaboomi, gubo oo kale. Aakharana cadaab baa kusugu naar, wax kale oo kaa horreeya mar waa isbinaysa. Wa aklu riba, ribadii oo la cuno. Kasharad, wa aklu maali yatiim, agoonta maalkeeda oo la cuno. Ina aladiina yaakuluuna fii amwaali yataama inamaa yaakuluuna fii buquurihim naara way sayaslawna saciira. Ribadan hadda la iska bane, intaasoo meelood ayaa lagu xarimay, qur-aankii lagu xarimay, axaadiistii lagu xarimay, intaasoo aayadood ba dadka baneenay waxaaso, intaasoo aayadood iyo intaasoo xadiis oo wada saxiix ayay beeninaya kalaamka ilaahay beeninaya aayaad ilaa 7 aayadood meela oo suuratu baqara dhammaadkeen kusoo wada aroore wixii oo dhan. Ha, wixii oo dhan cagtaa la mariyay, saa loo dhugsan maayo, saa loo jaleeci maayo. Wax ka soo qaad ma lagu tirinhayo, wax laga soo qaadayo ina waxa yaraade ma jirto. Wax laga soo qaadahay ma jirto. Huwa mudha wa huwa caali inuu wixii uga dhudho ilaahay wuxuu leeyahay الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين وحي يأكلون عنهي الربا الربا التقصار كي وحي بحنهي عيون قادر استعمالهي عادي استعمال laa yaquumuuna qubuuraha kama soo kaxayaan, markay soo kaxayaan oo buunka la afuuf oo la soo xaadirinay ilaa kamaa siniisin lamid mo ilaa kamaa siniisin lamid yaquumu ladii kii ustaagahay yataqabaw shaytaanu shaytaanku uu duray uu muday uu dardaray isagoo dhacaya oo lanay ka shaytaan ba yaa baal mare yaa tumaati intuu gurigiisi ugu galay jin ba yaa saru galay dhacaya laga qabanay kala jeed oo nooca camal iyo qabriga kasoo kacaya min almas shaytaan taabtay oo waxgaasiya daraad asagoo wey shaytaas shaytaanku u dardaraad maxaa yeel biannahum ayagu waxay sidaa ku muteesteen bay taas ugu dhacday. Qaaluu waxay yidhaahdeen markay adduunyada joogeen waxay dhihi jireen
إنما البيع بيع عيال بيع مثل الربا، بيع الربا وحي كل دوي واسكمد وين شق بعد اسكمد وحي كل دوي المد وعاد ساس الحجة سنجرين ودني سنجرين أو تدك أخو شيكي جرين ساس أخو يلاد مالي وأحل الله البيع بيع إلهي حلالتي وحلال كتني وحرم الربا الربا الله حرالتي من حاسكم متكتني ملاي ملا ترتمها يا ملاي ميكا يا قانا وحي مصلحة يا خير يا فاجر الدنيا وآخرة. فمن جاءه وقفك يمانا وسو قال ويمانا موعدة وعد أرنت مودقس من ربي حق الله وقتمان وفنتها كرب توب كتوب كير كنقض فله حولي ما سلف وحي هوري وسمي لو ما هي سمر حدي أمات أو طوبة كان وحي هوري وحي أما هوري وحي وكتني وما لغسو حدي لغسو لبطلين كأس لو ما هيس وأمره أرنتي سورة إلى الله مفوض إلى الله إلهي أبن إغنتاي وحقي الله هاسا ومن عاد مركو وعدنا يا وعيد كان وقولي مالك بعد أفكي كل عبد مركو أغاني كبعد إذا باشو حاران آياني حديثي سو قال فأولئك أصحاب النار نار أصحاب تدوية وأصحاب النار فيها نار نحن خالد ولما كما سوى بحيان وخالد ويكون وارحيا أما ما ويكون ذا هيان وملايين سنة وكبناس سنة أي كجرة يعطيك الصواب بحانا المقار موحينا لأبدا حدان الله الرائعين وخالدون ليرا يعني ويكون داي حيان وقف أبدا عمل قنقر يا الله كيس مني هونين وموحينا تاسو ملايينو أنا أبدا كجرة مالي سوى سعر البرقس قد إشاك وقف لك سوى سعر في حيث ما مدار هو أما أبدا بكر نار تيكو وارحي نعوذ بالله العرب محل أردني أدي أول سفر وأدي إلى سفر كون يمحق الله الربا إلهي الربا ده بركته كقال وترتري دنيا آخر ظاهر كان هو إقاده واحد كل يبان أتكون أفلح دي وأتكون أرمك لكن بركة هاني هي هان معنى هان باب أوي أما مرت دم الدم لأن تو أنت هو الحوادث بركة دم مرت دم يرى أو دم عملوا مالكو قاسي مثل ليش يكون قاسين او كنينيس وعنار ويعقاب عذاب ويربي إلهي او بربارين اي او زيادين اي او بركين اي الصدقات وحا الصدقات اللي قبحين والله الصدقة يستي إلهي او بربارين اي او انت صدير كل ما جبار اي كل اللعب اي بركو كل جنيه حولها ربال صدقات اللي قبحش حولها ربال اي سوق الشر او ربال اللي قصوا الدرانة لكم داكم ونقرأ وإبرنا يا بقى إربوا بحيا نبركوا بي والله ألا لا يحب ما جعل رالنا كما مرة أن حارس سنة مرة دوني مرة أدن بتنافع وجه إلا حارس نقوم فينا هل أن حارس نقوم هل معي عذاب أنا ما بلي والله إلا لا يحب ما جعل ما دوني كل كفار كفر بلرق لما أنت وملحد دين تكبحي إلهي الرسول في سكر مروة خلاف أثيم أو ذنب بدن أو ذنب لا إلهي ذنب جنس مر آفه لا يحب إلهي ما على ما دون يقول لك كفار قال بدن كفر بدن لما أثيم أو ذنب وين أو ذنب لا إلهي مرة دن يا مرادك كلمة إن الذين كم يقو إلهي دون يا أجعلي هاي أو نحر سنة يكرر على القرية آمنوا إيمان الله وحفرين قاتل سيد وقاتل كل حد وعامل كل رقم أولي من الصالحات عمله ونفسه الصالح وصلنا لكتاب وافقص وأقام الصلاة الصلاة أوري أوتوسي وآتوا الزكاة والصلاة أركان ثانية شروط ثانية وحيد يؤمن يؤمنه لي مال وعلم ياس وصلاة الرسول وآتوا الزكاة الزكاة بحي الله محلي أجرهم أجر قول عند ربي ربي قول أكتس ولا خوف عبس عليهم تشهد معهم وعبسنا يوحيك عبسنا يمهن ولا هم يحزنون وحكى ورينا كما برك هيا وحكى صوتنا لنا وعمل يا كل القرى منا
horey iyo gadaal midna murug iyo cabsi midna ma ka baxayaan wixii ka walwalayaan way ka cabsanayaan ma jirto. Yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ahayo ittaquu llaha ilaahay ka cabsada ilaahay iska jiro. Wadaaruu ka fogaada ka tag maa baqiya min alribaa wixii riba oo dheeraad oo ziyaada oo idin soo gala maad raadinaysaa in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa alla rumeeyay oo iimaan qaba oo iimaan sheeganaya islaamnimo ka taga ka fogaada qashukuda soon iyo salaad iyo sadaqa iyo cumri midna kuma gudanaysaa madad idin kala aqbalay guriga xataa inta rasmiga oo wixiga salaad iyo alla bari lagu dhex baryay iyo salaad lagu dhex tukanaya toona ma jirto oo laga aqbalay ilaa waa makaan xaaraan. فإن لم تفعلوا هذا سيدا سمين ويتنان فإذنوا وحال الله سعطان وغادنا بحرب من الله دقال أو الله حق سيدين كي يمان يا ورسول رسول كي وإن تبتوا هذا توبة كي انتان فنكم حالي رؤوس أبوالكم حوله وحي حروات حسين ودبوس يا وحي يا حق لين إلى سوء الشتان وعطالته وحي دول صار أنا وحق لين إلى أشقى ستين وعد ماشي لغتين عن أهان wixii kale oo dulsaar intuu doono halay dhalinyaraha bannaanya ka taga. Laa tadlimuuna mudulmin lama imaanaysaan wax ma dulminaysaan walaa tudlamuuna idinkana lidin dulmin mahay. Intaasoo aayadood iyo kuwa kale yaasiijina intaasoo dhan baa la garan maray xadiisku soo aroortana waan ujeedaa kalli xaad waxa weye wattawallaahi yowm azzaxfi معن تمحاك إرعاية قرقورة وجهاد كان أجرى أن تكون كلمة الله هي العليا وقال يا إسلام لو كلب محول الدقال لم يعلم معن تعسينا إلا عرانا وقال لنا لقى عرانا قوبت لقى عرانا أدو عرانا يقضان يا حبتك أغلق ما ورنك فالله إينا النار تاني قوقنا هيا وقد فل محسنات تدعون دمي dabnaha dhoor dhoorsoon in la afnagaadliya ilaa ta ishaar mutaatay halkaad martay wareegtaatay ka weeyaan atiraawa la afnagaadliya waa xaaraan jahanabaa lagu gadaya alkaafilaad ee dhoorsoon almu'minaat ee mu'minaat ee waxaas baan ogeen ilaah iyo rasuulka dhow rumaysa waxaana xaaraannimadeeda shaqa un kuleheed eena jahanabaa lagu gadaya rawaahu bukhaari wa muslim saxiixun wa xadiith baabu daaru. وعن سمرة بن جلد رضي الله عنه قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت وحال أركب من الرسول صلى الله عليه وسلم الليلة حرق رجلين لون ما يمن لون ما أركب أتى يعني إيماني لون ما حرق إيمن أنا وجيف قرية إيمن فأخرجاني وإلى بحي قرية إلى سارين وإكحست إلى أرض مقدسة أرض النظيف أو قرح مدن أو نظيف يا إيجي سيئي وين فانطلقنا وانتينا حتى أتينا إلى ما عنمانه saan u socono calaa nahru webibe intul geeya webi waan marin oo min dami geebigiisa webi dhan oo dhiig fiihi webiga asaga ee dhiiga biyihiisu ee dhiigihi biyama waa webi dhan oo dhiiga oosan rajulun baa qaa'imun dhex taagan webigaa dhexdiisa nin baa taagan ninaa dhex taagan ha nin baa webigaa dhiigaa dhex taagan wacalaa shardi nahru webiga qarkiisana geebigiisana xeebti sana rajulun nin baa yaa taagan asaguna kuna webiga bartankiisu taagay kuna webiga qarkiisa beyna yadayka webiga qarkiisa taagan hortiisa waxa ah xijaaratun dhagaxaan dhagaxaan shiidad dhagaxaan faaqbala rajulun ninkii baa soo abbaaray alladii rajul oo fi nahri webiga dhex taagnaaba yaa kii xaqii kii banaa ka taagna xaggiisa usoo kicitimahay oo soo aadahay soo abbaaray faidaa araada markuu doono laakiin webiga dhiigga dhex taagna ay yakhruju inuu ka baxa webiga inuu kasoo baxa markuu isku deeyo uu qarku taagay rama rajulu ninkiibaa tuurahay tuuryaree baxajari dhagax buu ku turay fiifihi afka asna afku u furaya meel kalena ugama leexanayn ka weeca oo meel kale mar ma jirto oo ka bax webiga rama wuxuu ku gamahaya arrajulu ninkii kii webiga qarkiisa taagnaa baa ku gamahaya bixajari dhagaxaan fiifihi kii webiga dhiiga dhaxtayna ee soo baxay inuu afka kaga gurahaya dhagaxaan farada uu celinaya ama farada uu noqonaya xaytu kaale meesha uu ka yimid oo webiga bartankiisa ah ayuu ku laabanaya dhagaxii markuu caloosha looga buuxiyo
فجعل ساسو كل ما جاء ساسو قصو بنا كل ما جاء مرأة الله مركو عباده هدر وصال الله مرأة ساسو مكو جرى يا حبيل يمان كل ما جاء مركو يمان ليخرج إنو كبح وبينو خصاب حرماء وكثرة في فيه أفكو كغر دايا بحجر لا يحوين أبقنا فيرجعوا إلى الله مرأة كما كانت سنو مركي ورواه فقلت وحار ما هذا الذي رأيته في النار وننك النوعاس وبيك نحتاج مركو صوب حثيران لا يحوين أفك لو قدين أي حتى الله أبنعي حتى صوب الله أبنعي حتى سين الله أبنعي محوية يعني ما كي يولي إياه وخيري لما دين الله الكحيري سمير الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى محوية مد ما إي جوابي والله ما دين آكد الربا وعنك الربا عنك أها الدنيا مركو جوابي الربا دا استعمال جري الربا دا عني جري الربا دا بحين جري برخاتك أهان جري وكذا قرية بيبر وورك يا القيران هي وحي يا أسامة إنجل الضروريات أسامة إنجل كياسة يا هويان وين ولا هذا الشيء قال هي ويان أو تدخل في الوينجل آكل الربا ربا علو ويان حسن لو أنا والحمد يا ذر الحمد يا عقاب يا وح يا الدل يا نفكيس رواه البخاري فإذا لا نحن أو لا فإذا سكاوي وحديث أو صحيح وين وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال وحول الله على رسول رسولك إلهي ما حواري نعلضي وكن على إنه إلهي عذاب كفوه يرده سيئا نحرين سيسا أوسى سينين ونتسين تاب سينين آكل الربا لنك الربا ربا عنها ربا قاتها وموكنه وفق عنسينه kan qaadanay baabuurka ribada qaadanay qoorta loo geday guriga qaadanay kireeradka urursanay iyo muukido kan bixinay oo magacyo u bixinay ama waa la ribada ama waa islaami faydaash ama waa morkid wuxuu magacyada doona waxa loo sameeyay kala qaadis madi kala saarid madi kala reebid madi isku mid wey aakila riba riba cuna riba isticmaala ربا ورورسنا ربا ربا دا ورورسنا دول سار يو موكلو كان سيين هاي بالله بدي سوري دار سالي من لقو بحنايا من لقو قادم هاي اسكو مدوية قول على الله بدا حكى لو اللي جري مرحاتي يالك يكون ورقلا وكذا قولي رواه مسلم والنساء صحيحون وعلى كذا وحي والشاهده لو دقى في مرحاتي هاي وكاتبك ورقلا وكذا قولي بيبر ورقلا التوعون على أسكم ذنبي وإسكم ذنبي وعن جابر رضي الله عنه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويا بعي إثم يا ذنب يا محسي يا الربي يا قر يا حاران يا لما نتكون الشقينا يا سوك على الميسر هيا ساسا كودا متاسل نعلنا يا نعلنا قف إيمان قام وإسلام وإلهي أنت سن حريص يا رضي يا وحكا لي يا رجو الله مقورا على وحوي بعد عن رحمة الله ويا نحرس إلى الله كافي عذابك الله كون ديري وي ورصاص وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال لعن رسول الله رسولك إلهي ما على صلى الله عليه وسلم آكل الربا قفك الربا عنه وقاته وموكله كنسين هيا وموكل وعنسين هيا وكاتبك قوله هيا وورقته كذا قوله هيا والديار هيا وعنو كذا صحيحا هيا وحبين هيا وكذا قول هيا وديار هيا وبخشدين هيا جاي وكذا قول هيا وشاهدي لولي مرخاتك أكبر طوضة رسول قول الله دي لو اجتهاد نسي عسيق فكرة نسي قياس كيسي يدوني تنات نسي ما يوا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحوي إلهي ما نعلن يري وقال وحي النبي هم أيهم سواء أفر طوض هو اسكم ذنبي هو يكسي ميهن نعوذ بالله هلاك يكون جنان أنا رواه مسلم وغيره صحيح الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر كبائر تسبع تضبوي أولهن كأمور تضبوي لغوه لغوه لك سمو جهنم الله غفر الله وارا الإشراك بالله إلهي الله شريك نعوذ بالله إلا شرك الله ظلم عظيم
الله وقتل نفسي بغير حق، حق ترى اللي قلت له وحين مت يا سنة اللي ما انا حق لهان اي قلب سنة واللي قلت لك الله بعد انا وذنوب كبائرتي واكل الربا كسبت حضوار الربا ده اول عمر كسبت افراد واكل مال يتيم اقوان طمع الكيد اول عمر كشرع وذراع وفرار يوم الزحف ما عندنا لسكر كورة وتجالك دي البحر نور كان سوق كان هاي والله يا عرر يا قال والله يا عرر كل حال وقف المحسنات لا يهر نورسون وعفيفات والله عفنا قالت لي الله في حماية العالم خط الضوان والانتقال إلى العرار بادية لو قولة ولو ورين بعد الهجرة تمر كل الهجرة ودو مقادر اللي يمت لا يوقنون على عراب وشد كفرا ونفاقا وليهم بادي يا جهل يا عوام لمي وحل لا يصوب حين لا الله أبدو تضبط ويا صحيح ولا غير ويا وعن عون ابن أبي جعفر جحيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الواشمة تنتاتوغا سمينيس عردك إيا نوان نادي إيا اسكو قونيس أما عردك مدو مينيس عردك يقولوا لا أما عبد مدو وعرد مدو وعرد مدو يهل يرا لو بدل تلال وحسكو قرط توح قرقونيس انت مال أفرك لو إيماني العك قرصانيس وتاتو يا سمانس عردك وحكو قرقوني الثورية يوال مستوشمت تروي إيماني يا العك بحناس وحكو حرر أو وحكو قرقوني واشمد واتي وحكو قرقوني أو مال فرد أما يدو يا فراني ماشي قالك أو حرر كسمانس عرد مدومين يقنوا النادي سنحا مش نوقني وحكو قرقوني أما مال تاتو غالي للسوقر أما عرد مدومين تاس ها سلام الله والله والله رسول قول على وآكل الربا محل شاهد قوية الربا منها نقول على وموكله كعسير يا عسير يا نقول على وأنها أور عن ثمن الكلب إيه قال عن تسع إلا عمره لاستعماله وإيه لغا شقة الصلاة قد كتبه لغا بيع مشترى وكسب البقي لعقد لله أجر كذا حمل كذا ترانك كان كان أحسن يس والعك قادر يس العين العين أم مال حاران إلى مرسل إسماش دين إلى هناك لما أقوله ماشي الله وطلق لي موي ودني سحب لي الله صامر موي أو نكاحي ولا ولي يوحك السنة شروط إسي ولا على المصورين قوة وح صور أما فيديو هذا أما قرآن هذا أما قلنا هذا صورنا صوبي أين أقولنا على ذي نعلم ونمي أي خطور إنت هذا ونمي أقولنا على ذي نعوذ بالله إنت أنا ما وحلا جم قايم مجد كل قال قول حجرا سهسا جنيا نحريس إلهي وحنا نقص رواه البخاري وأبو داود صحيح ولا لا يهنا بدبان وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال آكل الربا قفك الربا العليا يوم ممكن وكان حسين يوم الشاهد ولا مرخاتي يوم كاتب وكان القرى والقضاء إذا علم مرك أغادان به أسأل أنك مرك أغادان يوم الواشمة سمينها يعني مركي أقادي علم ويا شير الله شيك بعد سمينها بي أرد يا والواشمة تن محاق وراي واشمة إيه تاتو إيه تدخل سمينها وحقوق القرى يسجركون يا والمستوشمة تالله سمينها للحصن يسقرحين يا قرح درات يا واللاوي صدقت كصدقات الديد هاي لابك لك علي ممنوع هاي وصدقات أبي حليلي زكاني يوحي يكون واجب لبا خيال هاي أبي حليلي يا والمرتد كير الدومي عربيا سواء عربي يا والمرتد كير عربيا بعد اللي مئي قال الله بدا. ما إسلام إيما كبح أما ماشي اللي قصوه هجرون الله بعد الهجرة مركو كسوه هجرة كبعد وكسوته كما تجيب أغلب
malcuun inta oo dhan nacalad baa ku wada taala, waa la nacalad baa lagu rida oo lagu tuuray calaa lisaani maxamed sal allahu alayh wasalam. Meeshu marka xadiidku marfuuc ka noqday, nabi maxamed carabkiisa lagu nacaladay oo nacaladdaas ku timid oo kusoo arooray. Nabi Muxamed wuxuu nacaladayna sal allahu alayh wasalam, waa wax lahu waa xaqiiqa oo shaki iyo wixii uuna ku jiray oo dhab. رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما يوم القيامة ولون عليه. وعن عبد الله صحيح ولا غير حديث. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد الرماد رماد 73 بابا وسط يتضمات النعم ويقيبوت قسموي أيسرهما مثل أبو سهلا وأبو ذنبيا وأبو حنويا مثل أحولة الصالية إلى الطويه إلى الرسول أيام كحائل أتنى الرجل لك أمه يدي الشيء والله سيحت وعروسه وهو حر هذا فأقول دمية تاسي لم مثله من وجد أتنى وقلمون. رواه حاكم وطالح صحيح على شرط البخاري ومسلم هذا صحيح. وعرب فإذا لا هي ولا قد نيف واحد يقول أرد هي واتاوي هت نيف يعني هت نيف انتهي. وعن رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد الربا ربا بضع وسبعون بابا وطور إيه تضبات النوع والطيبون والفرقوا والشرك شرك هو مثل ذلك انتهى وكذا وطيب سما في أولينا والسوقان صحيح ويحدث كان سيرا رواه بزر ورواه قرات صحيح ويا وشركنا مثل ذلك ويا شرك اللي إيه قاعد مدر انت الرباط ايه وقايب سنة وعسيون وقايب سماء وقايبون لعبون وعلى صحيح ويا حديث رواه ابو داود. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم الرباط سبعون باب وتضبات باب ادناها تقوف السيس وقويا كالذي كيبو لمدية لتصالي لسنبنية يقع كل عي أو قفصني أو حوغي أما برنستي على أمي هو يلي يواح كدو ليسر أو كحول أين واحد وحي أثو يلي أو سيال بلو عدوش كس أو أشي وحي إلهي دمر مدين حرار يا حرار أيضا حرار اسمه دمين عارض أتي لبعض الشرعين إلى محرم تاجر ذكاء كون قبلين شرع إلى كا حارن دمين وأم كون بنين في كذا أشرع كون قبلين شرع إلى دم مرتمو يار لما أقول شرع إلى عار إلى دم تكت أتكون أكل أمتي هو يدي مرت ويكسي حق جرتا هو يدي وحقه راسل aya la mid ah tan ugu yar ugu yar ugu yar ugu dambeeya inta la sigaar ribad fayna jira dul saar saxiix la gaar ma hadis mise waahid ya wasawi ha ha ka amal ahbar wuxuu leeyahay isnaad jayyin حديث موقوف قال وحول لأن أزني إلى زنية 33 زنية زنية صد إيه صدح زانية واللوج إلى أن كزنية ثم صد إيه صدح العمر شرع الدر حاران أن كزنية يا أحب أي أن كغفر أحسن وإيه سهلا وإيه قد إبيا وأن كغفر أحسن وإيه قفض إلي أن حق من أن أكون إلى العنى درهما درهم ربا أو ربا هل درهم أو ربا يعلم الله إلهي مؤوي أني أنا أكلت إلى عني حين أكلت مركا عني ربا ربا لما إلى عني حديث موقوف أو يرى وقع وانا صحيح حديث هو موقوف وأصحابي فوق والنبي قال لوكل يقول نقل كلا صحيح هذا إيه قد يبير. وعن عبد الله بن حنظلة أسير الملائكة وأنك يا ملائكة إيه نقضي سوء الجرابة قبو الدلال قليل جهاد سنبه ملائك تبارك يكون أقدم الدلال جهاد كون. وعن عبد الله بن حنظلة قسير الملائك هي ملائك تبارك
رضي الله عنهما. قال وحنا قال صلى الله عليه وسلم: درهم درهم ربا أو ربا درهم وابن أو الأماشين أو كذا ربا أو ربا يأكل أولي الرجل لك واستعماله أولي وهو سوى يعلم أولي إنه رميه يا أشد الضرر كتب بدن كحرم بدن كدم بوين من 36 زنية صد إلى لحن عقود والزاليات والصورة مركب كرتيغو دمانتون وحا كدم بوين وكعذاب كرون هل حوبا كعقاب وين هل درهم هل شنن اه شنو بعد استعماش سو قفك وقفك هاي إلى خبطة وبرير وقفك جاهل لم يقطع يقف يقون در أجلس وحبك الأجلس كبعيم وكذا وحب الله ما يسمع وقال الله كي ويبوك على راك التوبة كينا كي لا يسؤول لو شيء جاهل إيه شيطان إيه إبليس كي شياطين الإنس كالراعي وركو دات نجيس غرم إيه وهل إيه أصحاب رمه كان يقول إلينا نار تكوكو وانا وحق الراعي وين ير رمت دونه ير راعي وركو دات نجيس توت نبكال إيه كاوية ونمات رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله أحمد رجاله صحيح وياه ساسوية و ساسوية أصل المالك علينا ما أنت أحد يمسؤ جراء وقبيون انت ساسي مالك تكون صحيح حديثك روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله بأنه خطبة خطبة نوجيه محاضرة صلى الله عليه وسلم فذكر أوشي أمر ربا ربا أرنتين أيوك الشيكي وعدم شأنه أرنتين إياه فإن كنت مين سحال كذا الآن ويني ويني يعني ما تدين يفعل حمد يوم حالي أنا أقول معي وقال وحي إن درهما درهم يصيب الرجل لك أهلا كعنت أقول له أسيب يسوك درهم ومن الرواية رواية حق يدك سوك له يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يا أعظم عند الله إلى إذا في الخطيئة وعلاني كفك لقلب من 36 زنية يزنيها الرجل صدر إيا اللح زانية وقفك قوم كالزنيست ذنبك وصدر إيا اللح ناغون لو قولي هايو وزانية يا كوين كان وحا كوين حد درهم أو قفك أو ربا وعنه وإن أربع ربا ربا تقوين عرض الرجل المسلم قفك مسلم عرض نجيس أو ما الله عوية رواه ابن أبي الدنيا في كتاب أي أقول وفي مسلم أو حبك هكذا بسنة أو حبك هلين أو عرض نجيس يا شرفتيس يا دينتيس يا سبحانه بالله وعن بني ابن عازب رضي الله عنه صحيح لغيره حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا ربا 72 بابا تطبعت لي الله وباب ويا قيب ودوي ادناها تؤوس يسوغويا مثل اتيان الرجل امه حين تصالتنا الى الصمت لقيمتها منه يدي وحور راسه وان اربع ربا استطالت الرجل ربا تؤوس رباسا وين لن أكون ليرا شادي يسوي في عرض أخي ولا لك أو مصر عرض نسيا شرفت نسيا نصبت نسيا دين نسيا وحي نس ومال ونح رواه الطبراني صحيح لغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا ربا سبعون حوما وتضبات القيبان تضبات القيبان أما سبعون حوما تضبات إثم أيالنا ذنبي أي سنها تضبعت كادم إك الله سيء وسهل وغير أيام كحوينه وينه أتنا وينه جماعة أقل مود عري جدول إلى نكاح لقاء حال لقاء واحد غير أقل مود جماعة عري جدول أمه يد وينه أقل مود صحيح ولا غير وين تقول ذنبي يا رب وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى
إلا إذا أثمرت ثمر إلا كان ثمار زبيب يا ثمرت مركي قويين ولي أي كريم حتى تطعم معلنا إلا ما حلقي إلا عري هي أي كارتو تام كي لو وطن حلقي لو وطن قريب بس لا شان إلا ما تام كان نقط تم بيستر قال وحور إذا ظهر الزنا زنا مرت يا ظاهر يا ورما رماد في قرية تولي يا ديغان يا مقالة يا رماد كظاهر فقد أحلوا بأنفسهم نفطوا دوحي أوبن إيجين أوبن نيين وأقل عنين وفصحين نفطوا دي وقورين عذاب والله عذابك إلهي مركي الزلالي إيه الرباد والله ما دوام عادي إيه نقطنا هذا عادي وإلا ما دعص الدنيا دا عادي ما يكون نقطنا وحسك عادي وحسك قطع نسك عادي ورقم هذا إيه نظر شكلاني إيه وحيالها يعني لم يدعي إسك النقطة يعني نقول أحجرا بركن كان لهم أجرا نعوذ بالله رواه الحاكم وقال صحيح الإسلام إلهي إلا قام حشوني بني آدم إلا قام حشوني طعن كي الشيخ إسك عادي وي وحو حاب الله بارك هي مجالمية إيه البح إيه حضارات إيه فورمر لكاري إيه إسك عادي ها قبل هي إيه وحن ها وحكا سيسك الراعي وحكا سيلا صوت مالي وحكا سيلا صوت قصر إيه وعليك إيه لأيه وما الغفر حسين يبنى يمعون قمت يا أمارين من تاسي قمت قد أكنت وعلم فالغفة إذا وابلغو معاشا يا بنفت يا وحباب المقادر هيا يا قال عبد الدولة يا اللوغة هيا هي. عاد وجد وعد خيرا غابا أكرين هيا وحي حال مرحب تيب عاد دعونا أخلاق إلى أسيق الدم بمالي لكن ستنين لسكت جوكتيسي تقل لغا يش عادا لغا نفت يوحي لغا هيران لي وعن ابن مسعود صحيح الإسناد ويحدث ذكر حديثا موسى عن النبي كسونا صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد ما ظهر ما الظاهر ما موقت ما افبح وما بدت في قوم من قوم الزنا والربا ربا الزنا لو كان دروي الا احلوا بانفسهم عذاب الله يا امن يا امن يا وقال على اخوه رواه ابو جعفر بن سعد ايوه هو وعن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد بين يدي الساعه الساعه القيام ارتد اذا ايمان فها هو وكسو هرين يظهر الربا وحصوم وقال يسر الربا دي وزي لازل والخمر خمر عبد سطح يا كسو هرين رواه الطبراني ورواه الصحيح صحيح لغير سطح ناس انت ساعه نوين اين نعم وحكت صهر مرهن وهر موضوع ولا أركع يا عاد القرية في بدي يا الزندي يا خمر عب ستح ديوان نوال الحياة وروى عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد إياك حكا قدك هيا مالك بن عوف يوذروا أدي الدم يعني دينك لديك هيا دين تحدين عن دقاء يا يدر الله تي تاس ودروم تاس ولا تغفر الله قاع عفليني الله تعفيني الغلول خياني يا ظلمي وحق بني آدم فمن قال شيئا قفك شيء ظلمي وخيانة نص هذا أتى به يوم القيامة القيامة أمام الدولة هذا أمام الشعب هذا أمام الشخص هذا قيامة وإيمانة يا والله إيمانة يا وحي السلاح ونفسه حاضر لا يرتس الله إيمانا فضل حي عذاب يا عقاب يا فضل حمونا كلكم كلا وضو أكثر الربا الربا الله عنا أيضا الله إيمانا قال الله عقاب هنا اسك إلى فمن أكل الربا الربا قفكي عنا بعث يوم القيامة ما القيامة وهذا سوء سارية مجنونا السوء أولا تطلع حيه إنه خمر سيئان يتخبط دول دول يوم نعاي كفاي ثم قال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أيضا صحيح ورواه الطبراني
وعن عبد الله بن مسعود اسك الى المر رسول كان وعدو قد مع عوف بن مالك يما امتنا ورنوي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما احد احد مدينة اكثر من الربا الربا ده ما احد قف مدينة اكثر بصرها من الربا دوستار يا فيناش يا ربا بصرها مدينة الا كان عاقبة امر عربته سلم او حين قليسة يا قلتي يا ران يا بابا يا عير يا دل يا وحلقان اما يا ران استغي يعني ويا يرادو عيب يا دل يا عذاب يا مالح وكو يا يرادو اما وحلقان يا عير يا بابا يا فقر يا عرير ايو قال هيا ما احد احد مجرى اكثر وحب الصدو نقال بصدو من الربا ربا دلات حوله صلى بطان إلا كان عاقبة أمر عربتي سدم يفوج كي سدم إلى قلة موقود من وحلقان يا باب يا عيال. رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسلام. وفي نفس الله قال الربا ربا وإن كثر هبما تمر من عاقبة إلى قلة يا رب يكون من الإنسان. صحيح الإسلام حديث لا صحيح. وروى عن عبادة بن صامت وروي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد والذي نفسي بيدي عليه قعنتي عليه نفتي يا روح كنترول كان يا مامل كان قعنتي سكوت يرتاب قطعتي لا يتبين لا يبيثن مريان او مريان اما هذين وهذين اما عدستين وعدستين وناس تطوى من امتي ويبني هيا ويحان هيا من أمة ولا سلطان أو من أمة كمن هو إرمي هو يجيب على شر هو بني سنة هيا قاحت ناس شر للشر يحان هيا يا وبطن يقاط يا كبر يا نبر يا والعمل يا ولهو للليل يا مشغول يا بعشار وفيصبح وحوا بني سنيا ويهانيا قردة أي اسم أغي أي داير روكل وخنازير دوفار روكل باستحلالهم بحكم التاسد أما قياما سنة لغو بالدلي هيا أما أدون كان لغو بالدلي هيا دوفارية داير رو أما آخر من إلهي ورطة من استحلالهم حلالي سيقود إي حلالي سنة وبرلي سنة المحارب وحي إلهي وكحرم زلدي حمراني شباني شركيني بين هذا مركز يو اتخاذهم يي على شضو ده صوف شضو ده القينات وهيسا وهبلا وفنانين العقل يكون بحنا إياه يكون فهان تمح إياه وهيسا يو شربهم عبتان خود يكون متأسا الخمر أما القمر قمرونك قمرونك يا وأكلهم عريتان خود الربا الربا عنا هيان يا ولبس لبس شوده ورقي الحرير حرير تي لغا حرام تبيه ولا ممنوع اللي ذهب الحرير تي لغا رق ولا حرام تبيه اللي لبس كذا يا بني سنة. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في الزواج في حوية موضوع عندي لحد وكتاب البيع الكاس أي من نوع أي يا يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.